اذن زوجوهن وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وقال الله ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج وهذه اللام لام الامر وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من تزوج فقد استكمل نصف دينه وعليه أن يتقي الله في النصف الآخر فالزواج أمر كبير حتى صار نصف الدين نصف الدين يا لله يا للعجب نصف الدين نعم لماذا لانه يسد ابواب الحرام يفتح ابواب الحلال يقرب بين المجتمع يعقد الاواصر سكينه وطمانينه رحمه والله سبحانه وتعالى جعل لنا من انفسنا ازواجا لنسكن اليها وجعل بيننا موده ورحمه سبيل بقاء جنس البشر تكاثر وقوه الامه في هذا الانتاج الذي من المهم جدا تربيته وتعليمه تنشئته وتثقيفه فالمصالح كبيرة جدا ولذلك صار نصف الدين وهؤلاء الفتيات هؤلاء البنات أمانة عند الأولياء يا ترى كيف كان تعامل السلف رحمهم الله مع البنات مع الفتيات وكيف كانت الترتيبات لمستقبل حياتهن تعالوا بنا في جوله كيف كان سلفنا رحمهم الله كيف كان امرهم في هذا الجانب اولا كانوا يكفلون البنت بعد موت معيلها وخصوصا اذا كانت بنت امامهم وشيخهم او من بنات الصالحين فيهم الم يقل ربنا عن مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا قال قتاده رحمه الله كانت مريم ابنه سيدهم وامامهم وهو عمران رحمه الله من اولياء الله الصالحين فتشاح عليها احبارهم اختلفوا وتنازعوا اذا ما ضاعت ما كانت مثل هذه البنت لتضيع بل اقترعوا وتنافسوا على كفالتها ايهم يكفل مريم وكان زكريا زوج اختها فكفلها وقال عكرم رحمه الله انهم قالوا هذه بنت امامنا وصاحب قرباننا فقال زكريا ادفعوها الي فان خالتها عندي قالوا لا تطيب انفسنا فاقترعوا باقلامهم التي يكتبون بها التوراه فقرعهم زكريا فكفلها وهكذا اذا كان كانت الرعايه وطبعا التعليم والتاديب وحسن التنشئه والرعايه الصحيه والرعايه الجسديه والاطعام والكسوه والاكرام بالاضافه الى التنشئه في بيئه العلم والايمان